كيف قدرت تربي 30 ولد وبنت؟ فعلا انت انسان نشيط. انا بخلف والتربية على الله دكتور. طيب وشو بيشتغلوا اولادك؟ واحد بياع بوزة وواحد بياع كعزوز وواحد بيمسح قنادر، والبنات تعلموا الطبخ والتنظيف. حلو، ولا واحد معه دراسات عليا؟ بلا دكتور، في واحد افلح بحياته. يا سيدي على الاقل واحد افلح، وشو صار منه؟ صار من القضاة المتفوقين دكتور، وعن قريب رح يعينوه رئيس للقضاة. اوف اوف حلو، ودخلك وين درس الحقوق؟ حقوق شو دكتور؟ القاضي مثل المحامي بيدرس حقوق، ابنك بأي جامعة درس حقوق؟ ابني درس في كلية الشريعة الإسلامية دكتور، وتعين قاضي شرعي عند أخواننا الطالبان في أفغانستان. ايه والنعم فعلا افلح. اي نعم، القاضي الشرعي أحسن شغلي دكتور، بيحكم بقطع الرقاب والأيدي والأرجل، ناهيك عن الجلد والرجم والنفي. ايه شغلة مسلية تماما، قطاع روس يعني. مو هو بيقطع دكتور، هو بيحكم وغيره بينفذ. الأسبوع الماضي تقدمت وحدة مرة بشكوى اغتصاب. ايوه، واكيد ابنك حكم برجم اللي اغتصبها. لا دكتور، هذا مو حكم عادل. ايه طمنتني، لانه حكم الرجم غير انساني وبشع يا اسلام. دكتور، ابني حكم على المرأة بالرجم. شو؟ حكم على المرأة لانها اغتصبت؟ اي والله دكتور. كيف هيك؟ وين العدل بالموضوع؟ شرع الله دوما عادل دكتور، خليني اشرح لك. الاغتصاب في نظر الشرع هو زنا، وعقوبته 100 جلدة للأعزب، والمتزوج يرجم. هاي مفهومة. وإثبات الاغتصاب بيتم بنفس الآلية تبع الزنا، يعني ب4 شهود. ايه نعم، انت شرحت لي مرة انه الحكم بالزنا بده 4 شهود يكونوا شافوا القلم فاد بالمكحلة والحبل بالبير. برافو عليك دكتور، ذاكرتك قوية ما شاء الله. ولك من وين المرأة بدها تجيب 4 شهود على الاغتصاب؟ ليش اللي بيغتصبوا النسوان بيغتصبهم قدام الناس بالشارع؟ هاي مو شغلتي دكتور، الشرع هيك بيطلب. ايه وبعدين شو صار مع المرأة المسكينة؟ قدمت بلاغ انها اغتصبت، يعني في عملية زنا حصلت، هذا شيء مؤكد باعترافها. ايوه، ولما انطلب ابن القاضي دلائل على الاغتصاب قالت له ضربني، ايه واثار الضرب والعنف موجودة على جسدي. ايه قال ما بينفع. قالت له جيب دكتور وخلي يفحص البصمات الوراثية. ولك ايه قال الفحص الطبي ما نو دليل شرعي ولا يؤخذ به. قالت له ايه صرخت وبكيت والجيران سمعوا. ايه الجيران قالوا ما بنعرف اذا الصوت صوتها، وبعدين ما شفنا الميل يدخل بالمكحلة ولا الحبل بالبير. وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين دكتور، المرأة اعترفت بانه واحد نام معها، معناتها في عملية زنا حصلت ودليل الاغتصاب مفقود. ايه والنتيجة؟ لابد من رجمها دكتور، ما في خيار تاني. شريعتك ظالمة وغير إنسانية. شريعتي إلهية مو إنسانية دكتور. وبعدين رجموها؟ قبل ما يرجموها توسلت وقالت أوكي ارجموني وارجموا اللي اغتصبني. ورجموه كمان؟ ابني قالها أنت اعترفتي بالزنا، هو ما اعترف ولا حدا شافه، ومشان هيك ليس عدلا أن نرجمه. ايه تضرب أنت وابنك وهيك شرع؟ ايه كان يطلع بياع خضرة، ايه أشرف له من قاضي شرع.